يوم ما نصب معاوية ابنه يزيد ولي على العهد، شعر الناس بالخيبة لأنه يزيد ما كان بمستوى ولاية عهد معاوية. إنما الناس كانت خايفة من إعلان رأيها، ومنشان هيك صاروا يجوا يهنوا ويمدحوا بيزيد قدام بيو. الأحنف ابن قيس كان قاعد بالديوان، قال له معاوية: شو باك يا أبو بحر ساكت؟ جاوبه وقال له: بخاف الله إذا كذبت، وبخاف منك إذا صدقت. كنت عم بقرأ مبارح بهونيك كتاب لما طلعت هالخبرية بوجهي، صفنت، قلت لحالي: العمى أنا شو مكذب بحياتي؟ بتمرق أشياء كتيرة بالحياة بتكون أقوى من الإنسان، بيضطر يكذب، بتصير. بس اللي مش خارط بعقلي إنه ليش بيكذب واحد منا إذا ما كان مضطر؟ كل اللي سمعناه بمناسبة عيد الاستقلال كذب بكذب. هذا رأيي، فكر فيها.